بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الدكتور أحمد رمزي أبو حسن، استشاري جراحة المسالك البولية والتناسلية بمستشفى المانع الدمام. إحنا بنأدي خدمات متكاملة في العيادة الخارجية بالنسبة للكبار والصغار، وكذلك العيوب الخلقية للصغار، وبنعمل طبعا عمليات جراحية متميزة عن غيرنا من المستشفيات، بالذات في جراحة حصى الكلى باستخدام المنظار اللين اللي هو بيوصل للكلى، وعن طريق الهوميوم ليزر بنفتت الحصى تماما، وبيكون الكليرنس ريت اللي هو تقريبا ما فيش اي باقي للحصوات في الكلى 100%، ودي متميزين بها عن غيرنا من المستشفيات الاخرى. كذلك بندي خدمات اخرى متميزه، ونتمنى رضاكم دايما كمرضى، واحنا دايما بنشوف اللي هو الاساس المريض من ناحيه يكون راضي عن الخدمات، وتكون النتيجه بالنسبه للشفاء عاليه جدا.